نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوفاة فخامة الرئيس جورج بوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير الخارجية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة لتقديم واجب العزاء بوفاة فخامة الرئيس جورج بوش، حيث أعرب معاليه عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية، مستذكرا معاليه إسهامات الفقيد في تعزيز العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة ومواقفه المشرفة في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.